بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل ربنا يسوع المسيح على حسب كاتبه القديس لوقا الطبيب الإصحاح التاسع والأعداد من 10 ل 17. لوقا 9 من 10 ل 17. هذا المقطع من الإنجيل دائما بيحكي لنا عن معجزة تكسير الخبز. معجزة تكسير الخبز نلاحظ ان في بعض المعجزات ممكن نلاقيها في يوحنا ما نلاقيهاش في متى، او نلاقيها في حاجة اسمها الأناجيل الإزائية اللي هم مين؟ الثلاثة متى مرقس لوقا. متى مرقس لوقا اسميهم الأناجيل الإزائية. ممكن نلاقي في الأناجيل الإزائية معجزة معينة ما يذكرهاش يوحنا، زي مثلا معجزة المولود أعمى دي ذكرها يوحنا ما ذكرنهاش الأناجيل الإزائية اللي هم الثلاث أناجيل متى مرقس لوقا. لكن المعجزة دي من أهميتها ذكرنها الأربع إنجيليين، يعني نلاقيها النهاردة في لوقا 9، نلاقيها في متى 14، نلاقيها في مرقس 6، نلاقيها في يوحنا 6. يبقى يوحنا 6 ومرقس 6 متى 14 ولوقا 9 من أهمية هذه المعجزة، لأنه في اعتقاد اليهود أنه موسى هو الذي أعطاهم الخبز، وبيقولوا له كده موسى الذي أعطانا الخبز من السماء. بقول لهم يسوع ليس كما أكل أباءكم الخبز أو المن في البرية وماتوا. مين فينا النهاردة كل واحد بيأكل وبيجوع وبيرجع يأكل تاني وبيشرب وهكذا، الدنيا كده والمعيشة كده وتمام، وبناكل علشان نعيش، ده الطبيعي. لكن هذا الخبز من يأكله ده يموت طبيعي، الخبز العادي الخبز البشري الخبز المادي. لكن الخبز الذي يعطيكم إياه ابن الله ابن الإنسان، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيه وأنا إيه أحيا فيه. فالخبز النازل من السماء غير خالص الخبز اللي احنا فعلا بناكله يوميا. فمن أهمية المعجزة دي بيذكروها الإنجيليين الأربعة. يسوع النهاردة بينظر لتلاميذه وبينظر لكل واحد فينا وبيقول أعطوهم أنتم ليأكلوا. الرسل جم ليسوع وبالتالي بيشرحوا لي حاجة معينة، حدث معين، فبقولوا له الموجودين 5000 رجل هنعمل ايه؟ بص احنا بنعرض عليك المشكلة يا خوفي ان احنا نكون كده، احنا بنعرض عليك المشكلة وبنعرض عليك الحل. لا، اوعوا اوعوا تكون صلاتنا كده، نعرض المشكلة على يسوع وبنعرض عليها الحل. يا رب أنا بصلي لك لأجل فلان إنك تشفيه، تشفيه وتشفيه الآن، بنعرض عليه المشكلة وبنعرض عليه الحل وبنعرض عليه التوقيت. إيه ده؟ سبنا له إيه؟ فين الحرية اللي سبناها له؟ بنعرض عليه كمان مشكلة أولادنا، يا رب ادينا انعم علينا بنسل صالح. طب وبعد ما بيدينا بص يا رب انا عايزهم فعلا، عايز ده دكتور وعايز ده مهندس وعايز ده مش عارف محافظ اسكندريه، طب وبعدين؟ هو ده انا بعرض عليه المشكله وبقول زي ما قال يسوع في بستان الزيتون لتكن مشيئتك يا رب لا مشيئتي، لتكن ارادتك يا رب لا ارادتي. فهم النهارده بيعرضوا عليه المشكله وبقولوا له احنا شايفين الحل كالاتي، إنك تبعتهم في المدن المجاورة ليبتاعوا لهم طعاما. يسوع يجاوب عليهم ويقول لهم إيه؟
أعطوهم أنتم ليأكلوا. يا رب ما احنا بنعرض عليك المشكلة، نديهم منين؟ احنا ما عندناش. ما لو عندنا ما كناش أساسا رجعنا لك. يا سلام، لو عندنا ما كناش جينا لك من أساسه. يا رب ما يكونش صلاتنا صلى وصام لأجل أمر ما، ولما قضي الأمر لا صلى ولا صام. ما تكونش صلاتنا كده، لكن فعلا صلاتنا فعلا هي التصاق، حياة عميقة، علاقة عميقة بيني وما بين من أحب، بيني وبين من أحب. فعلا الصلاة هي الصلة. فالنهاردة يقول لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، أعطوهم أنتم الابتسامة. عالم مضطرب، عالم فيه مخاوف، أعطوهم أنتم الطمأنينة. والقديسة العظيمة شفيعة برضو هذا المكان، القديسة تريزا دي كالكوتا، تقول إيه؟ عالم اليوم هو عالم جائع، جائع لا للقمة الخبز إنما جائع لكلمة الحياة. عالم اليوم عالم جائع لا للقمة الخبز إنما لكلمة الحياة. في يوم من الأيام كان في ثلاث مبشرين راحوا للهند. الثلاث مبشرين دول بعد سنتين من الخدمة والعطاء ورايحين جايين يوعظوا في كل مكان وبشروا في كل مكان في الهند، وبعد سنتين لقيوا نفسهم ولا حاجة، ولا حاجة. لا العالم بتتغير، ولا الناس بتيجي الكنيسة، ولا الناس عندها إيمان وثقة في الله. فرجعوا عملوا اجتماع هم الثلاثة، قالوا احنا عايزين نجتمع مع بعض عشان نشوف ايه المشكلة. راح أول واحد فيهم قال أنا بصراحة حاسس نفسي صفر، أنا فشلت، أنا صفر على الشمال، ولا عندي أي أهمية، ولا لي أي أهمية. التاني قال على فكرة مش أنت بس اللي فشلت، ومش بس أنت اللي صفر، إحنا التلاتة تلات أصفار، إحنا التلاتة تلات أصفار. راح التالت قال لهم على فكرة أنت الأولاني صفر حقيقي وفشلت حقيقي، وأنت التاني بتقول ثلاث أصفار، إنما الحقيقة صح إحنا ثلاث أصفار بس بجانب مين؟ بجانب المسيح نبقى ألف واحد. ثلاث أصفار بجانب المسيح نبقى واحد، يعني بمعنى صح نبقى ألف واحد جنب يعني الثلاث أصفار بجانب الواحد يسوع صرنا ألف واحد. الألف واحد قادرين نروح نبشر، بنقدم اسم المسيح. وكان أستاذ زمان، أستاذ عهد جديد، يقول لنا على فكرة لما تروحوا تتكلموا، لما تروحوا تبشروا، لما تروحوا توعظوا الناس قدموا المسيح. فللأسف الثلاث مبشرين دول قدموا زواتهم، وبعد ما اكتشفوا انه بيقدموا زواتهم بدون المسيح رجعوا تاني حس نفسهم كل واحد صفر بدون المسيح. فبجانب المسيح نصير ألف شخص. في يوم من الأيام موسى النبي حس بانه صفر، حس انه ولا حاجة، زيه زي التلاميذ النهاردة، زيه زي التلاميذ النهاردة حاسين انه هنعمل ايه؟ ما احنا ما عندناش حاجة نقدمها، ودول 5000 رجل هنقدم لهم منين؟ يذهبوا للقرى المجاورة او للقرى المجاورة. طب وبعدين؟ موسى حس نفسه انه صفر، حس نفسه ولا حاجة. في سفر الخروج اصحاح 2 يقول لنا موسى النبي إنه الله ينادي موسى، موسى صوت صراخ الشعب وصل إلى أذني، روح انقذ الشعب، روح جابه فرعون، روح وأنا هكون معاك. لا يا رب ما أقدرش، أنا ما معيش ولا حاجة، زيه زي الرسل النهاردة، أنا ما عنديش أي إمكانيات. يا موسى أنا عايزك أنت يا رب، ده أنا بتهته بطلع كلمتين بالعافية،
بص اقول لك حاجه، هارون اخويا احسن مني. يقول له بس انا عايزك انت يا موسى. موسى روح. وبعدين يا رب طب انا ما عنديش ولا حاجه، ايه اللي في ايدك دي يا موسى؟ يقول له عصا، القيها على الارض فتصير حيه. موسى ما تقلقش، بالعصايا بالامكانيات البسيطه دي انت تشق البحر وتخرج شعبي. وبالعصايا الحاجة البسيطة حاجة ولا ليها أي اعتبار، لأن حاجة ممكن نلاقيها في الطريق إحنا وماشيين. عصاية، لقى العصاية دي فقال له بالعصاية دي تشق البحر. شق البحر بهذه العصا وخرج الشعب، شعب العبراني كله ورا موسى. بنفس العصا يضرب الصخرة فتخرج ماء عذبا، تخرج الصحراء ماء عذبا. إمكانياتك مهما كانت بسيطة، مهما كانت بسيطة، لكن ضعها ما بين يدي الرب، ضعها ما بين يدي الرب. فالنهاردة موسى حط العصاية ما بين يدي الله، العصاية صارت حية، العصاية شقت البحر، العصاية أخرجت ماء عذبا. نيجي في مرحلة تانية برضو من العهد القديم، إيليا. الله يقول له ويوعده أنه أنا هطعمك يا إيليا. طب إزاي يا رب؟ ادخل المدينة فتجد امرأة، سفر الملوك الأول صح 17، تخرج تدخل هذه المدينة فتجد امرأة أرملة. يدخل كده إيليا، وأثناء ما هو داخل يلاقي أرملة بتجمع حطبا. يا ربي، وهي اللي راح تطعمني، هي اللي راح تأكلني. طب يا رب إزاي؟ فبيسألها قولي لي ما عندك، عندك ايه؟ تقول له أنا كل اللي عندي شوية دقيق صغيرين وحبة زيت صغيرين في آخر الإزازة. فيقول لها ايه؟ قصعة الدقيق لا تفرغ أبدا، والزيت القليل يزداد دائما. ايه ده؟ لأي درجة؟ ده أنا عندي شوية دقيق، حفنة دقيق يدوب أعملها فطيرة وأكلها أنا وابني ونموت على كده، ما عندناش حاجة تاني. يقول لها أبدا، قصعة الدقيق لا تفرغ، والقليل من الزيت بل يزداد لا ينقص. إخوتي وأخواتي الأعزاء، النهاردة نفس الشيء، نفس الشيء. يقول لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، يقول ما عندناش حاجة. لا لا لا، قدموا اللي عندكم، قدموا اللي عندكم. يا رب اللي عندنا ده ما يعملش ولا حاجة، عندكم ايه؟ من الاخر كده عندكم ايه؟ عندنا 5 أرغفة وسمكتان. 5 زائد 2 كام؟ 7. و7 هو ايه؟ هو عدد الكمال. 5 زائد 2 7. الخمسة والاثنين، الحاجة البسيطة دي لما تتحط ما بين ايدين الرب يبارك ويكسر ويعطي تلاميذه، وتلاميذه يعطوا الجمع. ويقول لهم أجلسوهم 50 50 في كل مكان على هذا العشب. إخوتي وأخواتي الأعزاء، لا تستهين بما عندك، لا تستهين بما عندك مهما كانت إمكانياتي بسيطة. صدقوني لو خادم في مدارس الأحد بوزع البسكوت، فعلا دي خدمة رائعة على الأطفال. لو خادم في مدارس الأحد بوزع الصور لمدارس الأحد، برضو خدمة عظيمة. فالله لا ينظر فقط إلى الأعمال الكبيرة، إنما ينظر حتى إلى أدق وأصغر الأشياء. موسى بعصايا عرف يشق البحر، عرف فعلا بالعصايا البسيطة دي اللي وضعها ما بين إيدينا الله يخرج ماء عذبا من الصخرة. المرأة الأرملة بتاعت صرفة صيدا بحفنة الدقيق البسيطة بشوية الزيت البساط فعلا وضعتهم ما بين خادم الله أو نبي الله إيليا، فعلا ازداد. النهاردة 5 خبزات وسمكتين بمجرد ما بيضعوهم ما بين إيدين يسوع فعلا بيزدادوا وبيعطي الجمع ويشبع 5000 رجل. إخوتي وأخواتي الأعزاء، يساعدنا الرب انه زي ما قال
بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: لا يستهين احد بحداثتك، لا يستهين احد بحداثتك. ان كمان احنا لا نستهين بما عندنا من امكانيات، من ملكات وضعها ما بين ايدينا ربنا.